السلام عليكم، بدأت اليوم أكثر بهجة. ماذا عن كل من أنت؟ حسناً، اليوم سوف أشارككم كيفية التعلم عبر الإنترنت على نحو فعال. هي طريقة التعلم لا تزال مثل التعلم وجهاً لوجه جسدياً، أو هناك تغييرات نحتاج إلى معرفتها. حسناً، لخطوات التعلم عبر الإنترنت اليوم سوف نستخدم نهج بيولسي مثلما تعلمنا في مبادئ الإدارة. الأول، من حيث التخطيط، يمكنك وضع خطة عن طريق وضع جدول زمني لنفسك. نصيحتي لجميع الطلاب، إذا أخذت 5 مواد لهذا الفصل، قم بإعداد مخطط قصير وقسمه إلى 5 أجزاء. في كل قسم يسرد 3 أقسام فرعية تمثل ما عليك القيام به. تمثل هذه الأقسام الفرعية 3: روابط يوتيوب، مادة القراءة، و أسئلة للنقاش. حسناً، أولاً، اذكر 3 مراجع رئيسية. نام روابط يوتيوب سترجع إليها وتستمع إليها حتى تفهم. لا يهم إذا كنت تريد سماعه 10 مرات، لن يشعر الأشخاص الذين يتحدثون بالتعب لأنه تم صنعه رقمياً. هذه الروابط 3 قليلة جداً، يمكن إنشاء ما يصل إلى 5 روابط إذا لم يكن هناك قيود زمنية. والثاني، قراءة 3 مواد للقراءة من مصادر مرجعية مكتوبة، على الأقل أيضاً من 3 مصادر، إما من كتاب مدرسي، البحث على الإنترنت، أو روابط الإنترنت التي قدمها محاضرك. السؤال الثالث، أنت بحاجة إلى طرح 3 أسئلة في شكل مناقشة أو أسئلة عبر الإنترنت في شكل مقالات باختصار وصلب لتوليد فهم أصلي من عقلك دون اتباع الكتابة على الكتاب أو المرجع. في الجزء الثاني وهو التنظيم، يجب عليك تخصيص وقت خاص لإكمال الدراسة الذاتية. عادة ما تكون 2 إلى 3 ساعات في الأسبوع كافية إذا كنت مهتماً حقاً. التالي، رتب نفسك لترتيب مكان دراستك. تخيل لثانية أنك تحولت إلى عالم أوير المدفوع الكرامي، سيعطي دافعاً مختلفاً ومزاجاً للعمل فجأة. ها؟ مزيد من النصائح، دائماً جاهز للصف التالي. مراعاة دور الريادة، هذه هي الطريقة التي تصل بها إلى نسختك الأفضل. أهم نصيحة هي أن تلزم نفسك دائماً بطرح سؤال جيد في كل مرة تدخل فيها الفصل، هذا لتشجيع أو زيادة مشاركتك وانخراطك في التعلم الذي يتم القيام به. سألني بعض الطلاب إذا كانت هناك أي نصائح لطرح سؤال جيد. الحيلة بالنسبة للمبتدئين، أطرح بعض الأسئلة، أنت بنفسك تختار أفضل سؤال. وعادة عندما تشعر بنفسك أن السؤال مفيد حقاً ليس لك فقط ولكن أيضاً للآخرين. هناك أيضاً طلاب يطلبون نصائح حول كيفية تجنب الإحراج بين الطلاب. لا تتجنبوا أبداً طرح الأسئلة، ولكن أرسل الأسئلة التي تم طرحها في شكل دردشة، أو على الأقل احتفظ بها لنفسك وعثر على الإجابة حسب قدرتك، لكن الجهد المبذول لطرح هذا السؤال مهم للغاية. وهناك طريقة أخرى، وهي تجنب الضغط على زر الإيقاف المؤقت الموجود على رابط يوتيوب أو حتى الفيديو المسجل مسبقاً المقدم من المحاضر.
هذه العادة ستجعلك تعتاد عليها أو تمنحك الفرصة لتأخير فهمك. العنصر الأخير هو عنصر التحكم. في هذا العنصر عليك أن تتحكم في نفسك. يعد هذا التحكم مهماً لضمان تنفيذ ما خططت له مسبقاً بشكل فعال. يبدو الأمر كما لو كنت تقوم بالإبلاغ عن إنجازاتك الخاصة لموضوع معين. ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها لتقييم نفسك هي مستوى التركيز، مستوى خطير، ومستوى رضاك عن التعلم الذي تقوم به. قيم نفسك بأمانة لكل موضوع. كل أسبوع ربما 70%، 80%، 90%، وستختلف نسبة الرضا هذه حسب الأسبوع والموضوع الذي تتقنه. هناك طريقة أخرى وهي ضبط الساعة أو ضبط الساعة لكل نشاط من أنشطة الدراسة الذاتية الخاصة بك. سيجعلك أكثر حساسية لمرور الوقت مقارنة بالإنتاجية التي تقوم بها. هذا كل شيء لنصائح التعلم عبر الإنترنت وفقاً لنهج بولسي في مبادئ الإدارة. التعلم السعيد والسعادة التوجه نحو تحسين الذات.